الاخوان كي دايرين بخير عليكم. المهم الاخوان فيديو جديد الاخوان درنا. المهم الاخوان غيكون فيديو زوين. المهم تفاعلوا معنا في الفيديو صراحه راه كنجيو من هنا ومن ليه باش كنصوروا لنا واحد لايك اشتركوا في القناه الله يسهل الامور. المهم كل مره غنوريكم واحد الحديث ولا ايه ان شاء الله تستافدوا معنا والله يسهل الامور. الله يبارك فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ممكن تعطينا الرقم اللي بغاو يشوف الله يسخر الاخوان فريق هاد ديال ريمبو تبارك الله كاين الكره كاين تا وفي العزيزيه هاد الكره هادو هاد الكره الاخوان والثمن 1000 ريال خويا عزيز هادو راه ريمبو ثمن 1000 ريال وعطينا الرقم خويا بغيت نشوف معاك 07 هي 61 الله يسخر اخويا تبارك الله السلعه نقيه اللهم بارك الله يسخر لك تبارك الله الاخوان الناس ديال الله اللهم بارك هذيك الثانيه تاع الهويجه وهذه نتيوا نتيوا الفوقاني شحال كتقول فيها؟ 150 بياسه هذو راه 150 درهم بياسه هانتوما ثمن زوين وبغيت شي حاجه ان شاء الله راه نعطيو الرقم عطينا الرقم ديال 60000 ممكن لا معنا هانتوما الاخوان الموالع ديالنا اللهم بارك هذه جويجه شحال كتقول فيها اخويا العزيز؟ الثمن ديالها 450 ريال ديالها هذه 450 درهم الاخوان نخلي لكم الرقم ديال مولاي اللي بغى ان شاء الله راه يتواصل معاه الله يسخر لكم عطينا الرقم عندنا مازال كاينين كوبلات اخرين كاينين بيضه اللهم بارك مرحبا 06 55 93 50 29 الله يسخر اخويا بارك الله عليك الاخوان مولى العظيم تبارك الله كيف تحنا تحضروا لي زين تقارب تبارك الله اللهم بارك لك فيها هذه شحال هذه مثلا الاخوان تي هو اللهم بارك هاي اللهم بارك ناخذ عزيز اش ديرنا انا كاين كاس مدريسي 52 ثلاثه ثلاثه وهذه كوبله راه شحال الثمن ديالها ها 150 والكلوكس تقول عزيز ممكن تعطينا الرقم اللي بغيتو تقول 65 واحد الكار ديال الوطيوات تبارك الله هذا عنده 3 سنين يقول عزيز هذا عنده 3 سنين كيقول الثمن مولات يعني 400 درهم شي هذا 400 درهم الاخوان اللي بغى راه مرحبا تقدر تعطينا الرقم ديالك تواصل معك الناس ولا مرحبا 06 35 ايه 39 55 ايه 47 سير الله يسخر لك تبارك الله عليك مباشره في السوق اخرى كما كنتو معنا الناس موالع ديالنا صحاب القناه كل عزيز شحال يعني نوع تقريبا وشحال تعمرو واش نتوما ولا اقل من 13 نعم واش بدا كيضرب ولا باقي بدا كيضرب داو هذا شحال الثمن ديال كل عزيز 500 درهم وهذا كل عزيز شحال في عمره؟ هذا 700 درهم الاخوان هذا شحال قلنا؟ 700 درهم هذا شحال قلنا؟ اللهم بارك داوي تبارك الله هذا شحال الثمن ديالو تا هو؟ هذا 500 درهم الاخوان المهم مع السوق وقايلا عطانا شي دقه صافي مش مشكل عطانا الرقم ديالك اللي بغا شي واحد شي حاجه
وانا انتم دابا تحولنا للكنار تبارك الله كنتو معنا. انا هو عندك خو العزيز كاين خويا كاين كنار غريف وكاين بيسكوي صافي الكور انت واش كاين كامل كاين كاين هاد غريف هذا تاير الشارع خرج فيه لا خرج فيه واش والثمن شحال هنا خو العزيز الثمن خو 80 درهم 80 درهم انتم راه الثمن 80 درهم سكن سباشة سكن سباشة تبارك الله انتم اخوان الله يبارك هادو واش شنابر ولا فاتبار هادو بار ياك الثاني ولا اخويا شحال؟ الاخوان اللي بغى شي حاجه ان شاء الله مرحبا عطوا الرقم ديال السيد 74 54 92 47 سي الله يسخر اخويا مرحبا اخويا مرحبا تبارك الناس ديال الكنار قول لي انواع اللي عندك هنا اخويا العزيز انواع كاين بيسكوي شنو كاين هنا؟ كاين مزيك كاين البياض كاين المزلج تبارك الله كاين الثمن ولا كل حاجه بثمن؟ بغيت شي واحد نجملو معاه 70 درهم كل حاجه مية كاش الكرة تيبراندو ملاح الا بغيتيهم صايبين سي تتعجلو باينين باينين ها واحد براندو ما فيهش البيض ها واحد ماشي البيض اصاحبي ها واحد ها باين باين نجملو شوف تيبراندو ها واحد المهم اللي بغا التقسيط راه الثمن بوحده 70 درهم 70 درهم عطيني الرقم خويا العزيز لا ما عنديش التليفون صافي روش صافي